ده ايه؟ الحكايه انها مش ما بتعرفش تطبخ، الحكايه انها مش متربيه وما عندهاش ادب. يا امي يا امي انا اتحدى بيتك يا سعد. يا رشا اهدي. بس ايه اللي بتعمله ده؟ مش كده قدام الناس. مش مهم عندي الناس، انا المهم عندي دلوقتي ان انت تصالحيني. خلاص صالحتك. ده بجد ولا يعني عشان تلمي الدور قدام الناس؟ لا بجد، اصلها بصراحه طريقه غريبه وعجبتني قوي. قول لي بقى، حد قالها لك ولا انت اللي عملتها لوحدك؟ ايه اللي حد قال عاملها دي؟ لا طبعا انا اللي عملتها. انت يطلع منك كل ده يا سعد. انا يطلع مني اكتر من كده والله، بس انت اللي مش مدياني فرصه. يا حبيبي عجبك الورد؟ حلو قوي. ده ب 150 جنيه بس كنت تديهم لي احسن. اكتر حاجه بتحبيها وتعرفي تطبخيها وشاطره فيها؟ لا انا ما بحبش المطبخ وما بعرفش اطبخ خالص. ولا يهمك، انا هبقى اعلمك، بس انا بعرف اعمل شويه اكل، انما ايه هيعجبك قوي. لما بتكوني فاضيه وقاعده في البيت ما بتساعديش ماما في المطبخ؟ مو عارفه اني ماليش في الحاجات دي. امال ليكي في ايه يا حلوه؟ ليا في الفرجه على التلفزيون، اسمع مزيكا، اخرج مع اصحابي. يعني مش عايزه في يوم من الايام تبي ام؟ لا اكيد عايزها. طيب يبقى لازم تجهزي، ولا هترمي نفسك في البحر من غير ما تعرفي تعوم يا حلوة؟ هو حضرتك مكبرة الموضوع شوية؟ هو فعلا كبير، كبير قوي. عادي يعني، في أمهات كتير ما بيعرفوش يطبخوا. أمال بيأكلوا بقى أولادهم وأزواجهم إيه؟ بيطلبوا لهم أكل جاهز من بره. وأنهي بيت بقى يتحمل ميزانية زي دي؟ ده غير كده وكده بقى الأكل غير صحي. ساعتها هبقى أتعلم أطبخ. هو يا بنتي الامتحان بيذاكروا قبله ولا بيذاكروا فيه؟ يو يا طنط، انا ليا اهتمامات تانية اهم من الحاجات التافهة دي. زي ايه؟ هو امتحان ولا تحقيق؟ الموضوع خد اكتر من حقه مع انه ما يستاهلش. قصدك ايه؟ قصدي انا قلته وكفاية لحد كده. اهدي بس يا امي، مش كده. اهدى ده ايه؟ الحكاية انها مش ما بتعرفش تطبخ، الحكاية انها مش متربية وما عندهاش ادب. يا امي يا امي انا اتحدى في بيتك يا سعد. يا رشا اهدي، مش كده. رشا يا ماما، رشا. رشا خطيبتي دي بتفكرني بميادة. مين ميادة بقى؟ ميادة دي أجمل وأرق إنسانة قابلتها في حياتي. ضحكتها كانت بتنور لي دنيتي، وصوتها بالنسبة لي كان هو الدفء. يا سيدي على الحب الأفلاطوني. كنا مع بعض في إعدادي، أنا وهي كنا في فصل واحد، كنا بنقدم سوا الإذاعة المدرسية كل يوم الصبح. العيال كلها كانت بتحسدني عليها، أصلها كانت حلوة بجد وكانت بتحبني أوي، لدرجة إن أنا رحت لأبويا أياميها وقلت له أنا عايز أتجوزها. طب راحت فين دي؟ سافرت؟ لا أكيد اتجوزت وزمانها معاها قرطة عيال. برضه لا. أمال راحت فين يا سعد؟ ماتت. لا إله إلا الله. ماتت في حادثة عربية هي وأبوها وأمها. أنا بقى لما سمعت الخبر ده وقعت من طولي، وخدوني نقلوني على المستشفى. حادثة مؤلمة أوي يا سعد. سابت جوايا ذكرى صعبة أوي يا طارق، ومن ساعتها وأنا مش عارف أحب تاني. طيب و قعدت على الحال ده كتير؟ 13 سنة. 13 سنة وأنا رافض أدخل أي قصة حب، لغاية ما قابلتها تاني. قابلت مين يا ابني؟ هو في ميت بيرجع؟ قابلتها في رشا. أصل رشا دي شبهها قوي قوي. آه، يعني أنت عايز تقول لي إن أنت بتحب رشا عشان هي شبه ميادة؟ حاجة زي كده. أيوة بس أكيد يعني الطباع مختلف. ما هو ده اللي هيجنني بقى، ده اللي هيجنني يا طارق. بحاول أظبط في البيت رشا شوية حاجات مش عارف أظبطها خالص، أصلها عنيدة بس طيبة قوي. أنت عارف يا أخ سعد، مشكلتك دي حلها عند دكتور. دكتور؟ أيوة، دكتور أمراض نفسية وعصبية، لأنك خلاص يا سعد بقيت هبة هبة هبة. مش أنا قلت لك مهما حكيت لك مش هتفهم حاجة؟ ما هو لازم نفسخ الخطوبة دي. اهدي بس يا حاجة، مش كده أمهات. أهدى إزاي؟ أهدى إزاي بس وابني بيضيع قدام عينيا؟ بعد الشر علوان، ابنك راجل وما تخافيش عليه. أنت ليه مصر إن الخطوبة دي تستمر؟
مع ان الناس دول مستواهم غيرنا خالص. وبعدها لك يا حاجه، الله، كلنا اولاد تسعه. انا ما بتكلمش عن الفقر ولا حاجه يا اخويا، انا بتكلم على الناس دول لتربيتهم لبنتهم. البنت لسه صغيره. صغيره دي قرشانه. انت بتغير على ابنك منها ولا ايه؟ اغير ده ايه؟ هغير من بنت مفعوصه زي دي؟ انا انت قلت يا حاجه مفعوصه، يعني لسه صغيره. دي بنت مطيوره يا حاج، عمرها ما هتعقل ولا هتكبر كمان. واحنا مالنا؟ واحنا اللي هنتجوزها؟ المهم يكون ابنك بيحبها. يا خوفي، يا خوفي تروح السكره وتيجي الفكره. قصدك يعني يكون ابنك ما بيحبهاش حب حقيقي؟ الحب الحقيقي بيبتدي من درجة الصفر، ومع العشرة بيوصل لدرجة الغليان. ابنك بقى ابتدى بالعكس خالص، وصل من درجة الغليان، وإن شاء الله مع العشرة هيوصل لدرجة الصفر. تكونيش يا حاجة عاوزة تجوزيه زي ما احنا اتجوزنا. يا ريت يا أخويا، على الأقل هيحكم صح، بدل الحب ده اللي مغمى عينيه. يا حاجة ده زمن غير الزمن، هم جيل وإحنا جيل تاني خالص. والله العظيم تلاتة، ما حد هيبوظ الواد ده غيرك انت. يا رشا انا اللي بقول لك مالكيش دعوه بيها خالص. ايوه اعملي كده. انا خلاص بقيت متاكد ان انتوا مش هتنفعوا مع بعض، ده انتوا عاملين زي النار والبنزين، عشان كده اسلم حل شيل ده من ده ارتاح ده عندي. انا مش زعلان يا رشا، بس صدقيني هو ده الحل الوحيد اللي هيرضي كل الاطراف. بص بقى، هنحط هنا فازه ورد كبيره قوي وندهن الحيطه دي كلها موف. موف؟ اه، لون البلوزه بتاعتي ده لون طالع موضه موت. وكمان هنحط هنا كنبه لونها اصفر عشان تمشي مع الحيطه دي. كناري برضو؟ طبعا كناري، دي هتبقى ركنه تجنن. اه طبعا طبعا هتجنن من كتر الالوان العجيبه اللي هتبقى فيها. دي هتبقى الوان مبهجه، هتخلي بيتنا ولا الجنه. جنه فواكه زي بتوع العصير كده. بص يا حبيبتي، انت اعملي اللي انت عايزاه، البيت ده اصلا بيبقى مملكه الست. والراجل؟ الراجل مجرد ضيف مش اكتر. ليه يا سعد؟ هو انت مش ناوي تعيش معايا هنا ولا ايه؟ ده كلام برضه. ده انا امنيه حياتي ان انا اعيش معاكي في بيت واحد. بس انا قصدي يعني ان انا هبقى ملخوم في الشغل طول النهار، انما انت بقى هتقعدي فين؟ في البيت طبعا. لا، في مملكتك. عشان كده يا حبيبتي لازم تعمليها على ذوقك وعلى مزاجك عشان تعرفي تعيشي فيها. صح ولا انا غلطان؟ صح، ابتديت تفهمني. اعمل حسابك عيد ميلاد مامتي الثلاث اللي جاي. حاضر يا حبيبتي، هفضي نفسي يوم الثلاث. وتجيب هدية. احلى بوكيه ورد هيكون عندها. اه، بوكيه ورد ده ايه؟ بقول لك هدية. ايوه، ما انا الورد ده مش هديهولها سلف، انا هديهولها هدية. الورد ده تهديه لواحدة بتحبها. طب ما انا بحبها، ولا هي عشان حماتي يعني لازم اكون بكرهها؟ بقول لك ايه، ما تلفش وتدور عليا يا سعد، انا عارفاك كويس. عايزه ايه يا رشا؟ تجيب هديه. ده انت عارفه جرام الذهب وصل كام دلوقتي؟ ايا كان، ده شكلنا يا سعد. شكلنا قدام مين؟ دي مامتك، يعني لازم تقدر ظروفنا، واحنا بنشطب وبنوضب وبطننا مفتوحه. انت هتفضل طول عمرك كده تتخانق على الفلوس؟ وهي الفلوس دي بتيجي بالساهل يا رشا، الناس بتطفح الكوته عشان تجيب الفلوس. اوف، انا اتخانقت منك ومن بخلك يا اخي. يا رشا، رشا، كانت ناقصاك انت كمان يا حماتي، ما كنت تأجلي يوم ولادتك شويه. بس بقى يا رشا، مش هنقضي فتره الخطوبه كلها متخانقين. قول لنفسك انت دايما اللي بتكون السبب. انا برضو ماشي ماشي يا رشا، حقك عليا. لا، انا مش هقبل على فكره اعتذارك بالكلام يعني. امال بايه؟ بالافعال طبعا. طيب انا هجيب لمامتك هديه ذهب، ارتحتي؟ لا لسه. في ايه تاني؟ تاخد ماما تنقي هديتها وبنفسها. ايوه بس انا عايز اعملها لها مفاجاه. ده شرطي الوحيد لو عايز تصالحني. ماشي يا رشا، هاخدها وامري لله. حبيبتي يا دودي. ايه راي حضرتك في السلسله الحلوه دي يا حماتي؟ يعني مش قد كده. مش قد كده ازاي؟ دي رقيقه جدا. ايوه بس خفيفه. طب ايه راي حضرتك كده؟ ايوه كده، تقيلة وتملى العين. يعني عجباكي؟ ايه اللي عجباني؟ هو دي الحاجات التقيلة الحلوة. يا سلام. سلام ايه بس؟ يعني مش ملاحظة ان يعني ذوقها بلدي شوية؟ بلدي؟ مش عاجباها؟ احنا مالنا؟ ادفع وانت ساكت. وتعمل كام دي؟ دي تعمل لها 5000 جنيه.
ينفع ادفع بالفيزا؟ قوي قوي تحفظ. مبروك يا حماتي. اما بقى شفت حته الصالون، عايزين ننزل مع بعض بعد الغدا نشوفه سوا. بعدين بعدين. جرى ايه يا سعد؟ وقفت توضيب الشقه ومش عايز تنزل تتفرج معايا على حاجه؟ انت مش ناوي تتجوز ولا ايه؟ لا طبعا ناوي، بس مش دلوقتي يعني. مش دلوقتي؟ امال امتى؟ يعني لما النفوس تهدى شويه وجرحنا يبرد على اللي راح. سعد عنده حق يا رشا في الكلام ده، مش وقته. والله يا سعد احنا ما عندناش مانع ان احنا نستناك للسنه الجايه لو حبيت، لكن على الاقل في الفتره دي تخلصوا الشقه وتجهزوا العفش. ما هو يا طنط تجهيز العفش والشقه ده محتاج سيوله، وانا بصراحه مش هيبقى معايا فلوس قبل اعلام الوراثه وتقسيم الورث. لا مؤاخذه يعني يا سعد، هو ورثك ده يطلع قد ايه؟ يعني مش اقل من 2 مليون جنيه، اصل بابا الله يرحمه كان عنده حوالي 6 7 مليون غير الاصول. يا 6 7 مليون برحب غير الاصول. اعملي شاي تاني لخطيبك يا رشا. حنان يا بابا. منورنا منورنا يا سعد. لا بقى خلص الشقه على اقل 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 من مهلك. شقه ايه؟ هي دي بقت من مقامهم؟ هما مقامهم دلوقتي فيلا كله بأوانه عمي. براحتك براحتك يا حبيبي، احنا مستعدين دلوقتي ان احنا نستناك ان شاء الله لاخر يوم في العمر. ده احنا اهلي يا سعد، قوم صابك قوم صابنا. ربنا يخليك يا طنط، ده العشم برضه. قولوا للي اكل الحرام يخاف، بكره اللي كلوا يفسدوا، يا بالغني بالحرام.